ممكن نغير لون الحيطة. أستاذ المقال ده خطير. لازم جوان وش السلندر. ايه ده؟ انت مين؟ جديد في الكار. جديد في الكار، انتصار غريب. دكتورة رودين ياسين الباحثة في العلوم السياسية، لمدة 5 دقايق هتسيبي مهنتك وتختاري كار جديد أو مهنة جديدة، تختاري إيه؟ بصراحة أنا كان نفسي أكون وزيرة للشؤون الأفريقية. وزيرة الشؤون الأفريقية دكتورة رودين ياسين، أول قرار هتتخذيه؟ خريطة جديدة للتعامل مع هذه الدول. لازم أغير كل اللي فات، أشيل كل اللي تعامل قبل كده وأعمل خريطة جديدة، أرسمها رسم أبقى عارفة هتعامل مع الدولة دي إزاي والدولة دي إزاي. وافتكر دايما الاتحاد الأوروبي لما بدأ بتكامل نقاط الضعف وليس نقاط القوة. وزيرة الشؤون الإفريقية الدكتورة رودين ياسين، الدولة اللي تبقى حريصة في إفريقيا على توثيق العلاقات معاها بقوة. كل دول حوض النيل هامة، ولكن أكثر دولتين بيخوفوني جدا أثيوبيا ودولة جنوب السودان. أثيوبيا احنا طبعا عارفين ليه وفاهمين، لأن 85% من المياه النيل بتيجي منها. دولة جنوب السودان العقبة كلها في هذه الدولة، دولة شديدة الخطورة، عشان كده لازم من تأصيل علاقتنا مع هذه الدولة، وفي نفس الوقت لازم أحافظ على وحدة الموقف ما بين شمال السودان وجنوب السودان. وزيرة الشؤون الإفريقية الدكتورة رودين ياسين، المرأة في إفريقيا هتعملي لها إيه؟ المرأة في أفريقيا في بعض القبائل بتعاني المرأة من الاضطهاد الشديد، فقد لا تورث ولا يجوز لها الزواج إذا توفى زوجها، وإذا كانت أرملة تعزل. لابد من تقديم الدعم الكامل لها وفقا لاحتياجات كل مرأة متواجدة في كل قبيلة أو كل إقليم. وزيرة الشؤون الإفريقية الدكتورة رودين ياسين، النيل دم مش مية، بيربطنا بدول حوض النيل، إزاي ده يتفاعل على أرض الواقع؟ أنا قلت لحضرتك أول نقطة تغيير الفكر. تغيير الفكر دي نقطة مهمة جدا، تقبل الآخر وتقبل ثقافته، كل ده هيأصل الروابط اللي ما بيننا وما بين دول حوض النيل. وزيرة الشؤون الإفريقية دكتورة رودين ياسين، أول مؤتمر هتعمليه هيكون موضوعه إيه؟ أول مؤتمر هعمله، قبل المؤتمر ده ما هعمله لازم أحجب كل الأفلام اللي تندرت بالأفارقة وسخرت منهم. أول مؤتمر هعمله إن أنا هجمع الدول دي كلها من أول وجديد على نهج جديد زي ما عبد الناصر كان بيعمل. هبتدي أخلق فيهم، أربطهم بالنيل، أربطهم بمصر، أربطهم بحضارة وادي النيل، هخلق حضارة جديدة ما بيني وبين هذه الدول. هعمل دعم في كافة المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، دور الدبلوماسية الشعبية، وأنا شايفة أن ده أقوى من يعني التبادل الرئاسي أو الوزاري، ده دي حاجة تانية، إنما الدبلوماسية الشعبية هامة جدا في التواصل لهذه الدول. لابد من وضع أزمة المياه على أولويات كافة الوزارات المعنية وتقديم حلول واقعية. وزيرة الشؤون الإفريقية الدكتورة رودين ياسين، وقتنا خلص، وطبعا هترجع لكارك الأساسي أو مهنتك الأساسية، باحثة في العلوم السياسية. زعلانة؟ لا أبدا، شكرا جزيلا، بس يا رب يا رب ربنا يسمع. جديد في الكار، انتصار غريب.